قافلة مسابقة مواهب في تجويد القرآن الكريم تجدد اللقاء بالبيضاء، وكما هي العادة ينطلق الجموع من المشاركين في رحلة تبتغي نيل رضا المشرفين على الانتقاء بعد أن تسلحوا بقواميس وضوابط الإلقاء والقراءة على أحسن وجه. جاء اليوم الأخير حيث يستخرج فيه المشاركون كل ما في جعبتهم حتى التأهل لتنطلق رحلة أخرى. الفائزة من الإناث مريم الراوي. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير صدق الله العظيم. مريم الروي 19 سنة طالبة سنة ثانية شعبة البيولوجي من مدينة الرباط. بفضل الله سبحانه وتعالى أحفظ القرآن كاملاً. شكر لوالدي جزاهم الله عني كل خير، ثم الشكر موصول لأساتذتي منهم الأستاذ حسن قسيمي، الشيخ السوسي، الشيخ محمد ترابي، وعلى وجه الخصوص شيخي الأستاذ محمد الكنتاوي. أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يوفقني والجميع لما يحبه ويرضاه.